السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حل مسائل تطبيق ألف التابع للقسم واحد القوة والحركة. عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. المسألة رقم واحد، كالعادة بتقرأ المسألة بتحدد المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة. إذا في رسم توضيحي بترسم رسم توضيحي، إذا أسهل عليك الحل إن تقدر تحل من غير رسم توضيحي حل، لكن أنا بفضل على الأغلب يعني بحب أرسم. تجلس صفية على عربة تزلج، كتلتها عربة التزلج كتلتها 7.5 كيلوغرام، موضوعة على أرض أفقية مغطاة بالجليد الجاف. إذا دفع أخوها حمد العربة بقوة أفقية 150 نيوتن وتحركت العربة بعجلة 3 متر لكل ثانية تربيع، فكم تكون كتلة صفية؟ إذن عندنا M واحد اللي هي كتلة العربة 7.5 كيلوغرام والقوة 150 نيوتن والعجلة عجلة الحركة 3 متر لكل ثانية تربيع، وام 2 اللي هي كتلة صفية مجهولة. صفية، لا تنسى انه صفية تجلس فوق العربة. نستخدم قانون نيوتن الثاني، هذا المجهول ام 2، فقانون نيوتن سيصبح بالشكل التالي: العجلة تساوي القوة على ما مجموع كتلة صفية وكتلة العربة. المجهول وين موجود؟ موجود في المقام. لذلك برتب المعادلة هذه بالشكل التالي لتسهيل الحساب. سهل الحساب، إن أنت بتحتاج هذه عشان أسهل عليك الحساب، فيك تعوض بهذا. فإم واحد 7.5، إم 2 مجهولة، القوة 150 نيوتن، العجلة 3 متر لكل ثانية تربيع. بس مرة واحدة بنحط وحدات القياس منشان نشوف في تجانس ولا ما في تجانس. حاصل قسمة 150 على 3 50. هلا بهالحالة هاي 7.5 تنتقل لعند 50 مع تغيير إشارتها. ام 2 بتضل مكانها على يسار المساواة، 50 بتضل مكانها، 7.5 بتجي لجوار 50 بتصير سالب 7.5. اذا كتلة صفية هي 42.5 كيلوغرام. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تنسونا من الدعاء.